السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستكمل إن شاء الله سلسلة معامل الانالوج كوميونيكيشنز. إن شاء الله معملنا اليوم حيكون المعمل الرابع، حيكون في المواضيع التالية: information capacity، سعة النظام أو قديش النظام أنا بقدر أحصل منه سرعة لوبت بير سكند، قديش بقدر يبعث أو بقدر يستقبل. الباندويث سيجنال تو نويز ريشيو، شانون هارتلي ثيوري او ثيوريم، كونفرجن بتوين لينير اند ديسيبلز. ان شاء الله اول حاجه هنحكي عنها اللي هو الانفورميشن كاباسيتي، قديش النظام بيسع او قديش بيتحمل ينقل داتا. الانفورميشن كاباسيتي هو مصطلح بيعبر عن قديش السيستم هذا بيقدر يديني جودة. The quality of information is usually determined by two factors. الجودة تاعت الانفورميشن تاعت المعلومات اللي أنا بقدر أوفرها بتعتمد على حاجتين أساسيتين. أول حاجة الباندويث اللي هو مصطلح كمان بمر علينا كتير في علم الاتصالات. إيش هو الباندويث والسيجنال تو نويز ريشيو؟ الباندويث بشكل عام او بشكل سريع هو رينج الفريكوانسيز اللي انا بقدر استخدمها علشان النظام تاعي او في الابليكيشن اللي انا بدي استخدمه. وكل ما كان الباندويث اعلى او اكبر، كل ما كان انا الحرية عندي اكتر، كل ما قدرت ابعت داتا بشكل يعني مش مقيد. فالباندويث هو نظام او نطاق الترددات اللي انا بقدر اشتغل عليه. هل جيت اجت شركة اسمها الاي تي يو، مش شركة، هي مؤسسة عالمية اسمها الاي تي يو، الانترناشنال تيلي كوميونيكيشن يونيون، اتحاد العالم للاتصالات على يعني على مستوى العالم. المؤسسة هذه مسكت الترددات وقسمتها، حكت والله اول ترددات انا بدي اخليهن لإذاعة الاي ام مثلا، ثاني ترددات انا بدي اخليهن لإذاعة الاف ام. ليش مثلا الاف ام ما بتبثش على قولوا مثلا على 100 كيلو هيرتز؟ ليش الاف ام بس مخصص يعني على الراديو؟ لما افتح الراديو حلاقي بس عندي موجود من 88 ميجا هيرتز ل 108. ليش نطاق الترددات تاع الراوتر مثلا 2.4 جيجا هيرتز او 5 اوقات؟ ليش المايكرويف جاي على 33 جيجا هيرتز؟ ليش الساتلايت اعلى؟ وهكذا. لانه انا بحدد لكل ابلكيشن المساحة اللي هو حر فيها او المساحة اللي هو بيقدر يجري فيها. زي ما انا لما اجيب عدائين، والعدائين هدول انا اجيبهم من كل العالم يجوا في مضمار سباق واحد، حيصيروا يتقاتلوا، حيكتظوا كتير. ما بقدرش اخلي الراوتر مثلا يشتغل في نطاق الترددات تاع الاف ام، ساعتها حيشوشوا على بعض. بنفعش اجيب كل لاعبين كرة القدم يلعبوا في ملعب واحد، يقعدوا يقسموا في الملعب، والله المربع هذا إلك والمربع هذا إلي، وطب وين بدهم ينصبوا العرضات إلى آخره. فالفكرة هين إنه علشان ياخدوا حرية أكتر إحنا بنحدد لكل حدا نطاق الترددات تاعه. السيجنال تو نويز ريشيو زي ما بنعرف في مصطلح اسمه النويز. النويز يعني الضوضاء، يعني الإشي اللي أنا بدي أحاول أتجنبه في السيستم تاع الاتصالات. بالنسبة للنويز أنا كيف بدي أفلترها؟ مصطلح الفلتر بيجي علشان يفلتر النويز هذا، علشان يعمل لها إليمينيشن أو يعمل لها إقصاء. السيجنال تو نويز ريشيو مثلا أنا السيجنال تاعتي الباور تاعها على فرض يبقى مثلا 10 فولت، أما النويز يبقى النويز مقدار النويز أو الضوضاء اللي بيأثر على السيجنال هذه 1 فولت. هنا السيستم حيصير له تشويش بمقدار 1 فولت، يعني زيادة. السيجنال تاعتي 10 حتصير بين 9 وبين 11 تتذبذب لفوق وتحت، وهذا الاشي بضرر كتير في أنظمة الاتصالات. حتى أوقات يعني مثلا لو الواحد بده يكلم حدا قريبه على الجوال حيلاقي انه الصوت يعني مش واضح اوقات، او في تشويش في الصوت، او
الى اخره. فاللي بصير انه النويز بتعلى في التشانل وبتاثر لي على الاشاره هذه. اول حاجه نحكي عنها الباندويث، زي ما قلنا قبل شوي انه هو الرينج من الترددات اللي التشانل بتشتغل عليه. الصوت نيجي بس هيك معلومه على الطاير، انه معلومه تتعلق في صوت الانسان، صوت الانسان اللي بيقدر يستوعبه بيجي من 20 ل 20 كيلو هرتز، اقل من هيك ما بيقدرش يسمعه، اكثر من هيك ما بيقدرش يسمع. حتى الصوره اذا بتلاحظوا من تحت ال 20 الفيله بتستوعبه، اكثر من 20 الف الخفاش بيستوعب، واحنا جايين في النص. يعني في اصوات الخفاش بسمعها احنا ما بنسمعها، في اصوات الفيل بسمعها احنا ما بنسمعها. ليش؟ لانه الحس او الادراك تاعنا ما بيقدرش يستوعب هذه الترددات. طب حدا لو سألني انه قديش الترددات تاعت صوت الانسان، يعني هو بيسمع بالرينج هاد قديش تاعت صوت الانسان، حقول له انه الانسان تقريبا بيحكي من، يعني هم مختلفين بين الترددات تاعت صوت الانسان في الشانل تاعت التلفون، لانه التلفون مش كل الاشارات، يعني اوقات ما بيبقاش الصوت واضح عليه، الباندويث تاع التلفون مش عالي زي صوت الانسان. صوت الانسان اللي بيصير له برودكشن اللي بيطلع من الحنجره وبنسمعه احنا في الطبيعه بيبقى تقريبا من 100 هرتز ل 8 كيلو هرتز، من 100 هرتز ل 8 كيلو هرتز. طب حدا يقول لي كيف يعني احنا بنسمع ل 20 ألف بس بنحكي لعند الثمانية؟ الحكي غير عن السمع، يعني هذه حاسة وهذه حاسة. بعدين شغلة تانية انه هذا البروديوزد تاع التليفون، هلقيت شبكات التلفون القدرة تاعتها محدودة، تقريبا بيديني من 300 لعند 3.8 كيلو هرتز. ليش؟ لاني انا بستخدم فيها خطوط اللي هو التويستد بيرز، التويستد بيرز اللي هو بيبقى فيه خطين اسود سيليك احمر مثلا للموجب وسلك اسود. لقيت انا بدي ابعت صوتي على سلك، على السلكة الأولى الموجب، وأستقبل الصوت الثاني على السلك السالب. هيك بيكون النظام فول دوبلكس، يعني إنه بعمل ترانسميتنج أند ريسيفنج أت ذا سيم تايم. طيب ليش إنه من 300 ل 3.8؟ لأنه السلك هذا خلص هيك قدرته إنه أكبر كباسيته عنده تقريبا لعند ال 4 كيلو هرتز أو لعند 3.8، فما بقدرش يبعت داتا كبيرة بنفس الوقت. والداتا زي ما احنا عارفين عبارة عن أصفار وحايد حتمشي في السلك، بس علشانها أنالوج حيكون اختلاف شوية، والموضوع هذا حنتطرق له إن شاء الله في الأشياء القادمة، في المعامل القادمة. بالنسبة للسيجنال تو نويز ريشيو، هو مصطلح أنا بحسب فيه قديش الكواليتي تاعت السيجنال اللي أنا بطلعها، السيجنال الماشي في الهواء، السيجنال الماشي في السلك، قديش قوة السيجنال عقبال قوة النويز. كل ما زادت الـ SNR كل ما اتحسنت جودة النظام عندي تاع الاتصالات، وكل ما زادت المسافة اللي بتقطعها السيجنال. زي ما احنا عارفين كل ما زادت المسافة بتقل قوة الإشارة، زي الكورة أنا لما أشوطها بعد فترة من الزمن بتقف، يعني بتسكن ما بتضلهاش ماشي لعند ما لا نهاية. زي هيك برضو السيجنال. وإحنا في أنظمة الاتصالات بنطمح دايما إنه نعمل إليمينيشن للنويز ونزود الـ SNR قد ما نقدر، نخليها عالية جدا. والـ SNR لو بدنا نكتب لها فورمولا أو قانون عام، حقول الـ SNR بتساوي الباور أوف ذا سيجنال على تقسيم الباور أوف ذا نويز. يعني لو كانت باور للسيجنال مثلا بي اس هتساوي 100 واط، بس البي ان هتساوي 1 واط، يبقى الاس ان ار
وهي عبارة عن معامل ما فيش إلو وحدة، ليش؟ هقول له البي اس يعني ال 100 واط على الواحد، الواط مع الواط بروحوا مع بعض، يبقى هي عبارة عن يونتليس كوانتيتي او دايمنشن ليس كوانتيتي، ملهاش وحدة قياس، وبساوي 100 بالضبط، عاملة زي معامل الانعكاس اللي هو الريفليكشن كوفيشنت، مثلا بيعكس نص الإشارة، بيعكس كل الإشارة، حاجة ملهاش ملهاش وحدة قياس. يبقى الاس ان ار بتساوي 100، يعني الباور للسيجنال بتساوي 100 ضعف اكتر من الباور بتاعت النويز، وهذا كويس في نظام الاتصالات لما يبقى العدد هذا كبير، وكل ما كبرته بالزيادة كل ما حسنت عندي الجودة. يعني مثلا إشارة الساين هيها لما ازيد عليها نويز، والنويز دير بالكم يا جماعة هي عبارة عن اشي راندوم، وبيبقى قيمه صغيرة جدا، يعني تقريبا بيبقى زي هيك شكلها، ونفترض انه بس الصفر جاي هنا، يعني يقول بتتردد من عند البوينت 0.1 لعند السالب بوينت 0.1 وات او فولت، يعني اشياء هيك طالعة. لقيت هذه لما ازيدها على الساين كيف حيصير شكلها؟ حيصير شكل الساين ساين بس مشوهة شوية بسيطة، بس عشان الماوس برقص حتطلع معي نوعا ما مخربشة. فانه السيجنال هذه هي اللي بتبقى في الطبيعة، بيبقى عليها نويز، اما الساين البيور هذه استحالة الاقيها في الطبيعة، لانه الطبيعة بتديني نويز منها. في اشياء كتير، في انواع نويز كتيرة جدا، زي الاديتيف وايت جاوسيان نويز، وبرضه هذه الاديتيف جاوس الاديتيف وايت جاوسيان نويز بيبقى سببها اوقات الحرارة بتاعت الجو، ممكن نويز تبقى من الشوت، ممكن في انواع كتيرة للنويز، الوايت نويز، في البلاك بيبر نويز الى اخره. ف بتلاقي اي عالم اجى جديد هيك على الساحة راح اكتشف نوع جديد من النويز وسماه بالاسم اللي هو بده اياه، في جرين نويز. المهم اذا بتبحثوا في الموضوع هذا حتلاقوا انواع كثيرة من النويز، ممكن كمان الرطوبة تأثر لي على السيجنال، ممكن الرياح تأثر لي على السيجنال الى اخره، وهذا كله عبارة عن نوع من انواع النويز. شانون هارتلي ثيوري هي النظرية تاعت ايجاد الكباسيتي للسيستم. الكباسيتي للسيستم بتساوي الباند ويدث مضروب في لوغاريتم للاساس 2 للواحد زائد الاس ان ار. القانون هاد مهم جدا في علم الاتصالات علشان انا احدد قديش الكباسيتي تاعت السيستم اللي هو بيقدر ينقل فيها داتا، لازم ابقى عارف الاس ان ار وابقى عارف قديش الباند ويدث عندي. طب لنفترض انه انا شغال على نطاق ترددات صغير جدا، زي شركة جوال مثلا، نطاق تردداتها صغير صغير، وكمان هي بتدفع لشركة لمؤسسة الاي تي يو مبلغ وقدره سنويا علشان نطاق الترددات اللي هي شارياه منها، او اللي هي محتلة او مستحوذة عليه. الباندويث لما يبقى صغير زي كأنه مثلا ملعب كرة قدم وصغير، اللاعبين مش هياخدوا راحتهم فيه، مش هيعرفوا يجروا بالكرة زي ما بدهم. والاس ان ار ليش كمان بتأثر الاس ان ار عندي على الكباسيتي للسيستم؟ لانه انا على فرض انه سيستم عندي السيجنالز فيه الباور تاعها واطي والنويز غالبة على الباور تاعها، فحيبقى كله ايرورز ومش هيبقى السعة تاعت السيستم كبيرة كتير. فالاس ان ار بتأثر لي برضو على سعة السيستم. السي هو التشانل كاباسيتي بتقاس بالبيتس بير سكند، البي هو الباندويث رينج الترددات، وبساوي الباندويث بساوي الابر فريكوانسي ناقص اللور فريكوانسي. يعني الباندويث مثلا لو انا شغال على نطاق ترددات من 20 ل 1000 او ل 100، هيبقى عندي الباندويث قديش بساوي ال 100 ناقص ال 20، الابر فريكوانسي ناقص اللور فريكوانسي 100 ناقص 20 وبساوي 80 هرتز،
وممكن احسبه بالميجا هيرتز، بالكيلو هيرتز، بالجيجا هيرتز الى اخره من المضاعفات. الاس ان ار السيجنال تو نويز ريشيو يونتليس، ما بيبقاش لها وحده. هنا بيقول لي انه علشان اقلل الايرور في الكوميونيكيشن سيستم لازم يبقى التشانل كاباسيتي اقل من الانفورميشن ريت. طب نيجي هنا لمصطلح جديد اسمه الانفورميشن ريت. سلك الكوأكسيال او سلك التويستد بير تاع قبل شويه بيقول لك هو مقدرته ينقل لعند 4 كيلو هيرتز مثلا، هو مقدرته لحد هين. طيب الكباسيتي تاعته بتعتمد على الاس ان ار وبتعتمد على الباندويث. لو عندي الباندويث واطي هيبقى الكباسيتي تاعته مثلا لو كانت 1 كيلو هيرتز هينقل صوت، بس الصوت هيبقى واطي او الصوت مش هبقى يعني واحد تردد صوته 2 كيلو هيرتز، مش هيبقى مسموع جوه السلك، مش هيكون مسموع خالص. فالكباسيتي عندي هنا قلت، قل عدد البتات اللي انا ببعتهم في الثانيه، وكمان قلت الانفورميشن اللي انا بقدر امثلها للاصوات جوه السلك، وهذا الاشي خطير جدا. طيب لو انا حسنت الكباسيتي بتاعت السيستم خليتها لعند الاربعه 4 كيلو هرتز تقريبا بتساوي 4 كيلو هرتز بتاعت الانفورميشن ريت. الانفورميشن ريت هو قديش السلك عنده مقدره انه يحمل، الكباسيتي قديش التشانل لها مقدره انها تحمل. وانا بقدر اعلي الكباسيتي، ليش؟ بقدر العب في الباندويث وبقدر العب في الاس ان ار، اقلل النويز بطرق بطريقه من الطرق، او ازود الباور بتاعت السيجنال عند الترانسميتر او عند الريسيفر، او عند الريسيفر لما يبعث للترانسميتر اللي هو في نظام الفول دبلكس. احنا حكينا انه مقدره السلك لعند 4، يعني وصلتها لعند 4 السيستم بيبقى بيرفكت او بيبقى ممتاز. اما لو اتخطت 4 مثلا شارع، والشارع هذا بيسع لخمسين سيارة، أنا رحت جبت 100 سيارة للشارع هذا، الشارع هيبقى فل وهيبقى مديني نفس الأداء، الأداء البيرفكت، بس إنه هيبقى هنا في 50 سيارة بس، 50 سيارة وهنا في زحمة. طب أنا لو جبت هنا 50 وهنا 50 هيبقى الإشي يعني تمام، وما فيش تأخر وما فيش ديلي ومش هيبقى فيه ايرور. اما في نظام الاتصالات لو نيجي نقيسها على نفس المثال هذا، عندي مثلا 8 كيلو هيرتز و4 كيلو هيرتز، هنا انا باعت ضعف البيانات لنظام بيستحمل بس 4 كيلو هيرتز، يعني نص البيانات هتضيع بس الاداء هيبقى عندي كويس. وهذا بالضبط اللي انا اللي بدي اصل له في المثال اللي وضحته. طيب كيف انا بدي احول من اللينير وديسيبلز؟ احنا قلنا انه انا بقدر، احنا ما قلناش يعني انا بقول هالجيت انه انا بقدر اعبر عن اللينير والديسيبلز بانظمه الاتصالات هذه. لو كان انا عندي سيجنال، السيجنال هذه الباور تاعها مثلا 10، وسيجنال ثاني الباور تاعها 100، وسيجنال ثالث الباور تاعها مليون. طيب أنا هنا بدي أعبر، شايفين أنا لما أحط العشرة جنب المية جنب المليون هيبقى فيه هنا عندي المفروض في جاب كبيرة. طب هذا السيستم لما يبقى لينير الجاب هذا أنا أو الفراغ هذا أنا بقدرش أحطه على المحور اللينير أو الخطي. كيف هيبقى شكله؟ هيبقى شكله مثلا لو كانت العشرة هين، المية هتبقى هين، والمليون هيبقى فخر الدنيا. فأنا علشان أعبر عن قيمة الباور هذه بطريقة أسهل بحولها لنون لينير، مش ضابطة الكلمة، لنون لينير. والنون لينير هذه عبارة عن اللوغاريتم. طب اللوغاريتم نيجي نشوف خصائص اللوغاريتم. أنا لو عندي القيمة 10 والقيمة 100 والقيمة 1000، لو هدول على محور أعداد عادي هتبقى كل واحدة بعيدة عن الثاني، هذا 10 أضعاف وهذا 10 أضعاف من اللي قبلها. ف
التدريج تاع النون لينير بيبقى عامل زي هيك، بيبقى متقارب بعدين بيبعد بيبعد بيبعد، بيخلي لي المسافات بين كل واحدة والتانية واحدة. يعني لو أخذت لوج العشرة بتساوي واحد، لوج المية بتساوي اتنين، لوج التلاتة بيساوي، لوج الألف بيساوي تلاتة. فأنا بحول، يعني لو بدي أعبر بالطريقة تاعت الديسيبلز، العدد اللي كان رقمه مليون هيصير ستة، 6 dB، بدل ما أكتب عدد كبير هكتب عدد صغير. وهذه طريقة يعني احتياطية وبتستخدم كتير في أنظمة الاتصالات، إنه بعبر عنها بالدي بي. ليش؟ التعبير بيبقى أسهل وأحسن تقريبا من أكتب مليون مثلا، أو 10 × 10^8 عدد كبير. طب نكمل. هل لقيت الفورميلا هذه؟ بيقول لك إنه الجي دي بي بتساوي 10 في اللوغاريتم الجي لللينير، الجين بالدي بي بتساوي 10 لللوغاريتم الجين لللينير. طيب علشان انا احول، او انا عندي الجين لينير بدي اجيب الجين دي بي، بستخدم الفورميلا هذا. طب انا بدي، انا عندي الدي بي بدي اللينير، كيف بدي اعمل؟ شايفين القانون هذا؟ حاجة اقول له ارفع 2 الكل اس 10، 10 اس جي دي بي هتساوي 10 اس 10 لوغاريتم جي لينير. طب 10 اس جي دي بي بيساوي 10 اس 10 لوج، ال 10 اس اللوج هيروحوا مع بعض، او احنا هنا شوية نسينا خطوة مهمة، انه نقسم الكل على 10، هنا على 10 وهنا على 10. هنا جي دي بي على 10، لقيت نرفع اس، اس 10 بتساوي 10 اس لوغاريتم الجي لينير نعتبرها جي، هنا لوج 10 اس لوج الجي، هذه لينير هي ال 10 اس اللوج بتساوي، بروحوا مع بعض يبقى الجي لينير بتساوي 10 اس الجي دي بي على 10. وهذه الفورمولا بتحول لي من لينير لديسيبلز. نيجي هلقيت لاكواد الماتلاب ولشغلنا اللي احنا دايما فاميليير معه. هنا انا حطيت لكم كود، الكود هذا عباره عن برنامج، نيجي بس نشوفه على الماتلاب احسن، حرفق لكم اياه ان شاء الله في الديسكريبشن تاع الفيديو، هو والبي دي اف تاع المعمل. بس هنا في اوامر جديده بدي اشرح لكم اياها على السريع. الديسبلاي بتعرض لي التكست الموجود هين، يعني هنا نعمل ستوب. هل قلت انا كيف لو بدي اخلي البرنامج ينفذ سطر سطر؟ باجي بحط النقطه هين، يعني شايفين هنا في اشاره، باجي بحط نقطه، بس يفضل انه تبقى نقطة واحدة. لما اعمل رن شايفين جاب لي خط ازرق هين او اخضر، ومأشر لي على السطر اللي انا بدي انفذه. وهنا اختلف الايقونات، انه ستيب وستيب ان وستيب اوت ورن تو كيرسر. نعمل ستيب، بمجرد ما نفذ السطر هاد شايفين ايش اللي عرضه؟ عرض this program convert between linear and non-linear again values، عرض هاد. طب اللي بعده الاس بتساوي str cat، يعني string concatenation، يعني اوصل لي السترينجز اللي انا بدي اديك اياهن مع بعض. وكيف يعني الطريقه تاعت الداله هذه في الكتابه؟ انه حقول له str cat للسترينج الاول فاصله، السترينج الثاني فاصله، الثالث الى اخره الى ما لا نهايه. ما بعرفش قديش هو بسع، بس انه بتقدر تستخدم كثير، يعني انا هي مستخدم كثير في الوصل. طب انا هنا عملت الاس بتساوي string cat choose between the conversion you like to do، اختار لي الconversion اللي انت بدك اياه من linear لديسيبلز او من decibels linear وانتر يور تشويس. هنا بس هيخزن لي السطر هاد في اس. نعمل step هنلاقي الاس لحالها اجت في ال workspace، حتى هنا choose the conversion you like to do convert linear to decibels الى اخره. الكلام اللي كان موجود هنا اتخزن في الاس. طيب هنا تشويس، التشويس هذا عباره عن متغير
التشويس بيساوي انبوت للاس. طب الانبوت بتاخد عندي سترينج، السترينج الموجود هنا، بمجرد ما انفذ انبوت هتعرض لي السترينج اللي انا اديتها اياه، والرقم اللي حكت به هيتخزن في التشويس. هعمل ستيب، هيقول لي انتر يور تشويس نمبر، هقول له مثلا هي تشوز ذا كونفرجن، انا بدي احول من لينير لدي بي، هي واحد، هقول له انتر. شايفين بمجرد ما ضغط انتر السهم كمل. سويتش كيس، السويتش كيف طريقه كتابتها في الماتلاب؟ انه سويتش للمتغير اللي انا عملت له هولد، كيس واحد، كيس واحد انه اذا كانت القيمه تاعت تشويس واحد، ما فيش هن نقطتين زي الجافا، غلط النقطتين، اذا في نقطتين مش حينفذ. وكمان حاجه تانية حلوه انه ما فيش بريك، البريك مش حنستخدمها في الماتلاب، انه البريك مضمنه من الكود نفسه. طب كيس واحد، عرف اللي جي لينير بيساوي انبوت انتر لينير جين، القيمه اللي حتدخلها هين هتتخزن في الجي لينير، بس هنا نعمل ستيب انه احنا دخلنا واحد يبقى حيخش في كيس واحد. الجي لينير بيساوي انبوت الانتر لينير جين ان لينير، هيقول لي انتر لينير جين مثلا انا بدي لينير جين يبقى 100، اتخزن وين؟ في الجي لينير، زي ما احنا شايفين هي ال 100 اتخزنت دغري هين، احنا شغالين على ال على السكريبت وعلى ال ورك سبيس. طب اللي بعده حكى لي الجي بالديسيبلز بتساوي 10 في لوغاريتم ال 10 لجي لينير، هنا انا بعمل هولد للجي في الديسيبلز. بعدها اللي بيساوي سترينج كات ذا دي بي جين از السترينج الاول، وهنا في داله بتحول لي النمبر لسترينج اسمها نم تو اس تي ار، بتاخد نمبر اللي هو النمبر اللي هين وبتحوله لسترينج علشان بس اعمل له كونكاتينيشن مع جمله انا بدي اياها ويعرض لي اياها. وهنا ديسبل ايه بيعرض لي ذا دي بي جين از 20، يعني 10 لوغاريتم ال 100 بتساوي 20، يبقى 20 ديسيبلز. طيب هذا البرنامج، بس هنا نعمل كويت، هذا بالنسبة للبرنامج الأول. يعني إحنا هيات عندنا الكيس الأولى إنه الكونفرجن بتوين لينير تو دي بي. طب إحنا حطينا كمان كيس تانية في الـ في السويتش، وخلينا ياخد الدي بي، تدخل له الدي بي ويديك اللينير، ونفس الفورمولا بتاعت التحويل من لينير لدي بي. هنا زي ما انتم شايفين اجي لينير بتساوي باور للعشرة والجين في الدي بي على 10، يعني زي كاني هنا في السطر هذا بقول له بالضبط انه الجي اللينير بتساوي باور العشرة، هذا الاساس وهذا الاس، 10 اس الجي دي بي على 10. هذا في كيس 2، وبعد هيك حيديني الجي لينير، الجي لينير ححطه في string compare وحيعمل له display، otherwise display لل wrong choice، انه بيقول لك انت حطيت في الكيس ما بتساويش الواحد او اثنين ثلاثة اربعة خمسة الى اخره، انت لازم تدخل واحد او اثنين عشان يشتغل البرنامج. هل جيتا ممكن انتو مثلا تاخدوا الكود تاع البرنامج هاد تخلوه يشتغل على طول، تضيفوا كيس جديدة اسمها اكسيت هنا في السطر هاد، انه الخيارات واحد اثنين ثلاثة اكسيت، تضيفوا وايل لوب مثلا بتخليه شغال على طول ما يطلعش من البرنامج، فبتقدروا تعملوا اشياء كتير، وهذا حيكون ان شاء الله واجب معكم انكم تعملوا السكريبت هاد يضلوا على طول شغال وتضيفوا بس الاكسيت، او لنعتبره انه مش واجب، معفين من الواجب الاسبوع هاد مش مشكله، بس اللي بده يعمل الاستزاده يعمله، والشيء ممتع يعني نوعا ما. هيت شايفين هنا انا عملت كومنت يعني لنفس الاستراتيجيه التفكير تاعت السويتش، بس عملتها بالاف ستيتمنت انه اف تشويس بتساوي واحد جي لينير كذا، يعني نفس الاشياء اللي هنا مكتوبه بالكيس تاعت واحد،
بس انه انا استخدمت الاف الس هنا، اف التشويس بتساوي 1، اف الالس اف هنا، الالس اف بتنكتب في الماتلاب الس اف ملزقين في بعض. حتى اوجات في لغه برمجه تانية زي البايثون اعتقد اسمها الف، يعني الس اف. هنا في حاجه بتكونش تنسوها، انه السويتش لازم يبقى لها اند، وبرضه الاف لازم يبقى انها لها اند بعد ما تخلصوا. هذا بالنسبه للكود الموجود هين. نيجي للكود تاعت شانون هارتلي كالكوليشن تاع الشانل كاباسيتي. شايفين المعادله هذه؟ المعادله هذه كلها عملنا لها سكريبت علشان نحل اي سؤال معاكم في الكتاب، يعني هيات الكتاب تاع البرنسبلز اوف مودرن كوميونيكيشن سيستمز. لو على فرض جينا هين، هاي وات از ذا شانل كاباسيتي فور سيجنال باور اوف 250 واط نويز اوف الجد. اي سؤال موجود عندكم انتم بتقدروا تحلوه على السكريبت اللي انا عملت لكم اياه الموجود في السلايد هاد. نيجي للسكريبت اللي نشوفه. شانل ثيوري شانون هارتلي بروجرام. اول اشي عملت ديسبلاي لذيس بروجرام كالكوليتس شانل هارتلي، اللي هو المعادلات تاعت شانون وهارتلي. اول حاجة عرفت الاس كسترينج بساوي string كومبير او string concatenation او string cat. choose the operation، انت اختار اللي بدك اياه، بدك تعمل find للشانل كاباسيتي، بدك للشانل كاباسيتي، او بدك الباند ويث، او بدك الاس ان ار، انت يور تشويس. وبتقدروا تضيفوا عندكم هنا الاكزيت وتعملوا اكزيت، حتى اعتقد اكزيت الزيرو هنا اسمه اكزيت الزيرو او سيستم دوت اكزيت، يعني شبيه بالجافا. لو بدنا نعرف كيف انه بيعمل اكزيت بتروحوا بشكل سريع هنا دغري. لو حكينا له هاو تو اكزيت فروم ماتلاب، او مش هاو تو اكزيت فروم ماتلاب، هاو تو اكزيت ذا كومبتيشنز in MATLAB. طب exit MATLAB حتى بنلاحظ انه كله على الماث ووركس. ماث ووركس stop a calculation ماث ووركس. هنا exit zero command in MATLAB. طيب هاي زلمة ناشر انه how do I best stop a calculation if I say that MATLAB is busy and it won't even shut down when I hit close. بقولهم help me. هذا أداء أنصر بتقول له كنترول سي، لا مش هذا اللي بدنا إياه. المهم ابحثوا عنها انتو مش قصة. خلينا نكمل عشان الوقت. طيب أول حاجة find the channel capacity، find the bandwidth، find the SNR. نيجي هنا للتشويس input للأس. أنا دخلت الواحد مثلا هيتها، نعمل run السكشن، بس هنا نحط نقطة، نعمل run السكشن، نعمل step 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 the choice. أنا بدي أقول له find the channel capacity، هاي واحد. بس هنا نيجي لسؤال إنه بده what is the channel capacity. هاي سؤال channel capacity for signal of 250 watt noise power of 20 watt and bandwidth of 3 MHz. طب المجهول عندي لل channel capacity، السيجنال باور معروفة، النويز باور معروفة، والباند ويدث معروف. يبقى لما يكون عندي
بده للشانل كاباسيتي بدي اقول له دخل لي الباندويت ودخل لي الاس ان ار وانا حديك الشانل كاباسيتي. طب ايش اللي عملناه هنا في الماتلاب؟ دخلنا واحد حيروح على سويتش كيس حيخش في الواحد. هنا الانر تشويس بيساوي انبوت، بيقول له اول حاجه دخل لي الباندويت تايب، هل انت بدك اياه فول رينج او هل بدك اياه ابر فريكوانسي اند لوور فريكوانسي؟ انتر يور تشويس. اقول له ستيب. هنا هيت باندويث تايب، بدنا نقول هي فول رينج. ليش اخترت انا فول رينج؟ لانه هنا 3 ميجا هرتز، 3 في 10 اس 6. هقول له 1، بمجرد ما ضغط 1 حيخش على سويتش كيس ثانيه، هي كيس 1. الباندويث بيساوي انبوت انتر باندويث ان هرتز، هيت انتر باندويث ان هرتز. هقول له 3 في 10 دوت اس 6. حتى شايفين هيات البي دبليو خزن 3 مليون، 3 وجنبها 6 اصفار. حيكمل. اول اشي دخلنا له الباندويث، يعني الباندويث هيات فوقيها صح. ضل ندخله الاس ان ار، الاس ان ار ممكن يدخلها لينير وممكن يدخلها اس ان ار دي بي صح. طب لو لينير هنا، يعني مثلا في السؤال مديني الباور سيجنال او السيجنال باور 250 والنويز باور بيساوي 20، انا كيف بدي اجيب اللينير منهم؟ بكل بساطه بروح بقول له البي اس على البي ان، الباور للنويز على الباور للسيجنال بتساوي 250 على 20 وبتساوي 25 على 2، يعني 12.5 125 او 12.5. ونشوف الآلة الحاسبة. 250 تقسيم 20 12.5. طيب يبقى 12.5 هنا، 12.5 اللينير لمين؟ اللينير للاس ان ار. يبقى هنا حاجي حقول له ستيب، بدك لينير ولا دي بي؟ بدي لينير. ستيب ستيب الاس ان ار حيقول له انبوت لمين؟ لللينير اس ان ار. هنا دغري بنيجي نقول له مباشره يا اما 12.5 يا اما 250 تقسيم 20. حلاقي انه الاس ان ار تخزن فيها 12.5 دغري. حقول له ستيب. طب هنا حكينا لما يبقى الباندويث معلوم والاس ان ار معلوم حيقول له هيات الشانل كاباسيتي خدها. يبقى السي بتساوي البي دبليو في لوج الاثنين للواحد زائد اس ان ار، نفس المعادله اللي فاتت. جاب السي، السي حتى طلعت هيات 1.1265 في 10 أس 7. الـ A بتساوي string cat that channel capacity is num to string للسي وبتس بير سكند. هعملها display that channel capacity is 1 2 3 4 5 6 7 8 اللي هو 1.1264662 في 10 أس 7. يعني بقدر أقربه للميجا هرتز، إنه بأشيل 6 أرقام 11 ميجا هرتز بوينت 2. هذا بالنسبة للكيس الأولى. يعني إحنا كمان في كود طويل جدا، شايفين الكود جاي من 152 ونبلش عند 41. هذا بالنسبة للكيس الأولى. ونفس الاشي قيس على لما انت بدك تعمل فايند للباندويث. نيجي هنا على السلايد، لما بده يعمل فايند للباندويث لازم يبقى عندك معلوم السي ومعلوم الاس ان ار. كيف بدي اجيب الباندويث؟ هقول له البي بتساوي السي تقسيم لوج للاساس 2 للواحد زائد الاس ان ار وبس. حتى هنا تعالوا نشوف في الكود، هاي كيس واحد، كيس اثنين انتر للشانل كاباسيتي، بتدخل له اول اشي للشانل كاباسيتي بتدخلها بالبيت بير سكند، هيت حتى ان بيت بير سكند. بعد هيك انبوت سترينج كات
بدك تدخل الـ SNR linear أو decibels enter your choice. بتقدر تستخدم linear أو decibels. النهايات بعديها بيمسك بيعمل hold للمتغير اللي خزنه هين والـ SNR enter linear SNR أو enter decibels SNR. هنا لو أنا دخلت له dB بهمني الـ SNR أنا عندي دايما تتحول linear. في المعادلة هذه أنا بعوض باللينير يا جماعة، باللينير مش بعوض بالدي بي. هنا التعويض حيصير باللينير علشان تظبط. فأنا لما تجيني القيمة دي بي بروح بحولها للينير بالعشرة أس دي بي على عشرة، وبقول أصلا أر بتساوي القيمة هذه وبستخدمها دغري، يعني ليش أغلب حالي بزيادة. طب هنا الباندويث في الكيس الثانية بتساوي سي على اللوغاريتم الاثنين في أس أن أر زائد واحد. شايفين؟ نفس المعادلة هذه بالضبط. كمل إيه هنا، بس أنا ضفت خطوة جديدة إنه إيه أنت بدك الريزلت تاعتك تطلع بالفول رينج ولا بالأبر فريكونسي ولا باللور فريكونسي، يعني أنت إيش بدك المطلوب يجيك. فقسمتها، أنتوا شوفوا الكود وتابعوا معه. إيه نشوف الكيس رقم 3، انه انت بدك تجيب الاس ان ار، انت عندك مجهول الاس ان ار، يبقى هيبقى معلوم الباندويث والسي. طب السي هتبقى معلوم والباندويث، يعني هتقول له دخل لي السي ودخل لي الباندويث، ممكن تقول له دخل لي الابر واللور فريكوانسي. وبعد هيك هتجيب الاس ان ار. بس كيف هجيب الاس ان ار من معادله زي هيك؟ اول شيء هقسم الكل على بي على بي، يبقى سي على بي هتساوي لوج الاثنين للواحد زائد الاس ان ار. انا بدي اطلع الاس ان ار من القوس، يبقى برفع الاثنين الطرفين اس الان، 2 اس سي على بي بتساوي 2 اس لوج الاثنين للواحد زائد اس ان ار. يبقى 2 اس سي على بي بتساوي 1 زائد اس ان ار. يبقى في النهايه الاس ان ار هتساوي ال 2 اس سي على بي ناقص الواحد. نشوف هل اس ان ار بتساوي 2 اس سي على بي ناقص الواحد في الكود تاعنا ولا لا. نفس الخطوات اللي قبل هالجيت، بس نصل لكيس 3. هي كيس 3 حيقول له انتر الشانل كاباسيتي ديسبلي، بدك اياه فول رينج، بدك ابر فريكونسي، بدك لور فريكونسي. بعد هيك حيقول له دخل لي هي تشانل كاباسيتي، دخلها دخل لي الباندويث، بدك اياه فول ابر اند لور. بعد هيك هي الاس ان ار بتساوي باور 2 والسي على الباندويث، يعني 2 اس سي على بي ناقص الواحد. يعني من المعادله اللي جبناها هنا احنا حطيناها وخلص استخدمناها، يعني بناء على فهمنا للمعادلة. طب وبعد هيك the result you show، بدك اللينير اس ان ار، بدك دي بي دبليو دي بي وات ودي بي ملي وات. لقيت الفرق الجوهري او الفرق الاساسي بين الدي بي دبليو والدي بي ام، انا ما حكيتهوش قبل، انه دي بي دبليو نفس الدي بي، بس الدي بي ام لما يبقى عندي قيمة الدي بي واطية، مثلا يبقى نص ديسيبلز او 0.0001 ديسيبلز، انا بدي اخليها هيك منطقية القيمة، بازود عليها بس ايش 30. يعني الدي بي وين الدي بي ام والدي بي دبليو، يعني الدي بي ملي وات بتساوي دي بي دبليو زائد 30. هذا القانون السريع دغري، بس لو كانت ديسيبلز فقط. اما لو لينير هتصير في علامة ضرب عندي، هاخد اللوج لكله، او مش هيك بتصير الامور. المهم لو لينير بتجيبوها لحالكم. وهذا بس يعني الكود الموجود عندي. مثلا نيجي هنا نحل سؤال من أسئلة الكتاب الموجود عندكم،
اللي ما اعتقدش حل حدا فيكو حللها، يعني يمكن 30 او 20% حالين هن. نقول له calculate the bandwidth required for a channel capacity of 25 كيلوبت بير سكند. هنا نيجي نحط ايش الموجود عندي وايش المفقود. طيب احنا حكينا بدنا نحل هاد، بده الباندويث، يبقى السي البي دبليو بتساوي مجهول. فور اتشانل كاباسيتي اوف 25 كيلو بت بير سكند، يعني حدخل 25000 للسي، والاس ان ار بتساوي 500، يعني الاس ان ار بتساوي 500. ما كتبش دي بي، يبقى الاس ان ار لينير. طب يبقى هو بده البي دبليو، بروح على السكريبت اللي عملناه، حقول هنا ران سكشن، بس انا اشيل هذه واقول له كونتينيو. طب انت بدك الباندويث، يبقى حقول له 2. انتر ذا شانل كاباسيتي ان بت بير سكند، حكينا 25000، 25 جمع 3 اصفار. بدك الاس ان ار تايب، نقول له بدي اياه لينير. الاس ان ار لينير قديش قيمته؟ 500. طيب بدك الريزلت اللي طلعت بتاعت الباندويث، بدك اياها فول رينج ولا ابر فريكونسي ولا لوور فريكونسي؟ هقول له بدي اياها فول رينج، هو احسن اللي هو اختيار. هيبقى بيقول لي التشانل باندويث بساوي 2 كيلو هرتز، 2.7 كيلو هرتز. ولو تحققته من الاجوبه بتاعت الاسئله هتلاقوه 2.7. هيك بنكون ان شاء الله خلصنا معمل اليوم. إذا حدا عنده أي أسئلة بيقدر يبعث لي على مواقع التواصل، وإن شاء الله مش حيكون في واجب، بس اللي بيقدر يضيف أي حاجة على الكود الموجود هنا ممكن يضيف قصة الدي بي أم والدي بي دبليو مثلا في كل خطوة، ممكن يخلي البرنامج يعمل وايل لوب على طول، ممكن يضيف الإكزت، حاولوا يضيفوا الإكزت. ممكن تحولوها لفانكشن مثلا وتستدعوها، فلكم الحرية. ويعطيكم ألف عافية، وإن شاء الله إلى لقاء آخر.